سعيد اعترف لي. اعترف لك؟ ايه؟ ايه يا فاطمة؟ اعترف لي انه فعلا قتل وسرق شنطة الفلوس. انت كتابة كتابة. انا خلاص خدت التعارف. ظلم. ايوه ظلم. الناس دي دفعت ثمن جريمة هي ما عملتهاش. انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقة. بص تحت رجليك. الحقيقة هنا. ده فتح سعيد ومات. كدابة كدابة كدابة.